إرميا 41. وحصل في الشهر السابع إن إسماعيل ابن نثانية ابن ألي شماع من الخلفة الملوكية جه هو والعظمة بتوع الملك وعشر رجالة معاه لجداليا ابن أخيقام للمصفاة، وأكلوا هناك عيش مع بعض في المصفاة. فقام إسماعيل ابن نثانية والعشر رجالة اللي كانوا معاه وضربوا جداليا ابن أخيقام ابن شافان بالسيف فقتلوه. ده اللي قومه ملك بابل على الأرض، وكل اليهود اللي كانوا مع جداليا في المصفاة والكلدانيين اللي تلاقوا هناك ورجالة الحرب ضربهم إسماعيل. وحصل في اليوم التاني بعد ما قتل جداليا ومعرفش إنسان إن رجالة جم من شكيم ومن شيلو ومن السامرة 80 راجل دقنهم محلوقة وهدومهم مشققة ومقطعين نفسهم وفي إيدهم تقدمة ولبان عشان يدخلوهم لبيت الرب. فخرج إسماعيل ابن نثانية عشان يقابلهم من المصفاة وهو ماشي وبيعيط. فحصل لما قابلهم انه قال لهم يلا على جداليا ابن أخيقام. فحصل لما جم لوسط المدينة ان اسماعيل ابن نثانية قتلهم ورماهم في وسط الحفرة هو والرجالة اللي معاه، ولكن اتلقى فيهم 10 رجالة قالوا لاسماعيل ما تقتلناش لان في عندنا خزاين في الغيط قمح وشعير وزيت وعسل. فبطل وما قتلهمش وسط اخواتهم. اما الحفرة اللي رمى فيها اسماعيل كل جثث الرجالة اللي قتلهم بسبب جداليا فهي اللي عملها الملك آسا عشان يقف وش بعشا ملك اسرائيل، فملاها اسماعيل ابن نثانية بالمقتولين. فأثر اسماعيل كل بقية الشعب اللي في المصفاة بنات الملك وكل الشعب اللي فضل في المصفاة اللي قوم عليهم نبوزرادان رئيس الشرطة جداليا ابن أخيقام، أثرهم اسماعيل ابن نثانية وراح عشان يعدي لولاد عمون. فلما سمع يوحنان ابن قريح وكل رؤسة الجيوش اللي معاه بكل الشر اللي عمله اسماعيل ابن نثانية اخدوا كل الرجالة ومشوا عشان يحاربوا اسماعيل ابن نثانية. فلقوه عند المية الكتيرة اللي في جبعون، ولما شاف كل الشعب اللي مع اسماعيل يوحنان ابن قريح وكل رؤسة الجيوش اللي معاهم فرحوا. فدار كل الشعب اللي اسروا اسماعيل من المصفاة ورجعوا ومشوا ليوحنان ابن قريح. اما اسماعيل ابن نثانية فهرب بثمن رجالة من وش يوحنان ومشي لولاد عمون. فأخذ يوحنان ابن قريح وكل رؤسة الجيوش اللي معاه كل بقية الشعب اللي رجعهم من إسماعيل ابن نثانية من المصفاة بعد ما قتل جداليا ابن أخيقام، رجالة الحرب الجامدين والستات والأطفال والمخصيين اللي رجعهم من جبعون. فمشيوا وقعدوا في جيروت كمهام اللي جنب بيت لحم عشان يمشوا ويدخلوا مصر من وش الكلدانيين لأنهم كانوا خايفين منهم، لأن إسماعيل ابن نثانية كان ضرب جداليا ابن أخيقام اللي قومه ملك بابل على الأرض.